هذا شاب اتصل علي وقال عندي إشكالية ودي أشاورك عليها. متزوج وهو وحيد أمه، ويقول عندي إشكالية مع الوالد الله يطول بعمره. أمي غيورة بالحيل بالحيل بالحيل، يعني عنده درجة الغيرة عليه بشكل غير طبيعي، والغيرة طبعا هي نتيجة تعلقه بالولد، يعني هو وحيدة له بنات لكن هو الابن الوحيد له. يقول حتى إلى درجة أنه كانت يتأخر موضوع زواجي بسبب الإشكالية. يقول أنا فاهم من الوضع شوي. يقول أراد الله وتقدمت وتمت الأمور المعتادة وتم الزواج. يقول إلى درجة ليلة الزواج ما وقف جوالي من الوالدة تتصل. اي نعم، ومستحيل ما أرد، مستحيل. يقول أصبحت على خير وكان عندي موعد رحلة، وبل مفاوضات مع الوالدة قبل ما أتجاوز أسبوع، وبدأت الوالدة تختلق له أعذار. يقول أنا أعرف أمي أنها بحاجتي وأنها لازم تجي، المهم أنه ضغطت نفسي ووفقت بنت حلال ما شاء الله تبارك الله عاقل وفاهم، وهذه رسالة اختاروا العاقلة قبل كل حاجة. فيقول رحت أنا وياه وصارت رحلة ممتعة، لكن يقول طبعا جوالي أول إجراء بعد تنظيم الجواز الشريحة تكون شغالة للوالدة. يقول عدد الساعات اتصال جيت، يقول الآن مضى على زواجي تقريبا سنة ونص. يقول تعبت شيء غير طبيعي مع الوالدة، إن جلست مع زوجتي مشكلة، طبعا هي ساكنة معهم، إن صعدت زوجتي مشكلة، إن طلعنا مع زوجتي مشكلة، اختلاق بعض المشاكل. يقول تعبت وزوجتي بدأ عليها التعب، لكن يقول ما شاء الله مسددة بحكمة وأهل مربينة، وهي ما شاء الله ذكية وفاهمة وعاقلة ما شاء الله تبارك الله. وأنا والله الحين يعني وصلت المرحلة ما أقولك أني كرهت الزواج، لكن حياتي جحيم، ما صح. الحياة بهالوضعية مشكلة. فقلت طبعا بعد الثناء عليه وقلت والله ما شاء الله تبارك الله، يعني لا أنت ولا زوجك وفقته، وأنت من توفيق الله لك برك بأمك وقربك لأمك، وهذه ما شاء الله صارت أعانك على بر أمك، لكن مهما كان الإنصاف مطلب، ما نبالغ لأنه يمكن الضغط في لحظة من اللحظات يولد الانفجار، وأنتم الآن ما صار بينكم عيال ولا الآن، يعني خاصة أمه ما هي كبيرة بالحين. قلت أنا عندي لك نصيحة وجهة نظر، لعل تلطف وتقلل شوي من الإشكالية اللي تعاني. وبالمناسبة ترى هالمشكلة هذه يعاني منها كثير من البيوت على طرفي نقيض، إما بالإفراط أو التفريط. فأنا قلت للشاب هذا، قلت احرص ألا تتزين البنت زوجك عندك كثير عند الوالدة، احذر من الكلام معها كثيرا بحضرة الوالدة، احذر أنك تكثر ذكرياتك عند الوالدة، تكثر ذكريات زوجتك عند أمك، خصص للوالدة روحات خاصة، ولا تنسى زوجتك. إذا استطعت أنك تجمع في بعض السفريات والوالدة معك فتراه هذا أمر مطلب، قدر المستطاع أنه زوجك تتلطف وتكون بارة بأمك بما لا يوصلها للمشقة أو الكلفة، فهذا تراه خير معين. طبعا أسهبت بالموضوع هذا لأنه الموضوع شوي هذا طويل ويحتاج أخذ عطاء. وفعلا قال أنه زوجتي إشكاليته أنه على قولتنا إحنا تملح بزود وتمازحن عند الوالدة، طبعا المزح المقبول وتمازحن وتمزح مع الوالدة، وأنا والله أني أنسى روحي بس سواليف، لأننا حنا ثلاثة أنفار يعني بالبيت، خواتم متزوجات ما في إلا حنا. فيقول كان هالجو هذا مسبب لي وأنا ما كنت أشعر. فأنا أقول يا جماعة فيها بالمناسبة هذه هي رسالة للوالدين للوالدة، وكذلك رسالة للأزواج لكل أم، يعني لا شك أن الواحد يقدر هذا الحنان وهالمحبة، وترى أدري أنه بعض المرات لا صار أولاد الوحيد يصير كأنه مشيول من قلبه غصبا عليه. فأنا أقول رفقا رفقا بكم، رفقا بأبنائكم، وسعوا صدوركم، تراك تعينين ولد على زوجته أنهم يبنون بيت مطمئنة وهادية،
وكذلك الرسالة للأزواج، لا نكون متطرفين، لا نكون إفراط أو تفريط. لا تلهي مع أمك إلى درجة أنك تنسى أبنائك. نعم الوالدة لها حق الجبال وأمر عظيم وحق مربوط بحق الله عز وجل، هي ووالدك، لكن لا يكون هذا على حساب تقصيرك بزوجتك وأبنائك وبيتك. وكذلك أنت أيها الزوج لا تنسى أمك وتلهى من يوم تزوج وكأن الأمر قضينا وبيض الله وجهك وسعيكم مشكور يا والدينا، وتلهى مع أبنائك وزوجتك وتروح وتجي وتنسى من لهم الأصل بالفضل والحق العظيم. فالمطلب متوازن. اتصل بي قبل فترة والله يمدح شوية الأمور ويقول إن شاء الله أن الأمور طيبة، وأن يعني فأنا أقول مثل هالأمور هذه يجب أن تأخذ بالحسبان، لأن إذا ما عولجت في بالبداية يعني مش قد تصعب علاجها أو استدراكها مستقبلا.